السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد على قناة الربح المجاني. كنت رفعت فيديو من 18 ساعة وقلت سجل واحصل على 5 دولار، فاضل يوم واحد فقط من عملة الجي ام سي. 10 قطع بيساوي 5 دولار، اللي هو البوت بتاعه اهو. 10 قطع من عملة الجي ام سي بيساوي 5 دولار، وكان مرتبط بمنصة العملة وصلتنا 10 قطع همت من عملة الجي ام سي بيساوي 5 دولار. الايدروب هينتهي النهاردة يوم 16/7، النهاردة 16/7، يبقى الايدروب اخر يوم ليه النهاردة. الحق سجل واحصل على 10 قطع من عملة الجي ام سي، لان لو ما سجلتش النهاردة الايدروب ده هينتهي. ايه، هتسجل في المنصة ايميل وباسورد، بعد كده هتيجي على الخانة دي وتضغط على الايميل بتاعك، وبعد كده هتيجي على كلمة الكي واي سي، بعد كده هتفعل الوثائق بتاعتك. انا جت لي العلامة الخضراء دي، يعني كده خلاص فعلت واتقبلت. على العموم هتحط هنا اسمك الاول، اسمك التاني، بعد كده هتختار كود الدولة، تحط رقم الموبايل، بعد كده تاريخ الميلاد، بعد كده هتختار الوثيقة اللي انت هتفعل بيها، الوثائق المطلوبة في المنصة، البطاقة الهوية وجواز السفر. هتصورها وش، هترفع صورة وش وصورة ظهر وصورة سيلفي معاك مع الوثيقة اللي انت هترفعها، وورقة بيضة مكتوب عليها اسم المنصة وتاريخ اليوم. في خلال 6 ساعات أو 5 ساعات إن شاء الله تكون اتقبلت الوثائق بتاعتك. الحاجة التانية، هتفتح هنا البوت تليجرام. أول حاجة هو بيقول لك إن أنت هتحصل على 10 قطع بيساوي 5 دولار، بس لازم شرط إن أنت تفعل الوثائق، يعني شرط أساسي تفعل الوثائق. ما فعلتش الوثائق مفيش حاجة توصلك. تضغط على كلمة ستارت. هنا بيقول لك ان انت هتحصل على 10 قطع زي ما قلنا، وكل حالة هتفعل الوثائق هتحصل على 10 قطع كمان بيساوي 5 دولار. هنا بيقول لك لما تنضم على الجروب بتاعهم بتاع تليجرام، قول له يعني حاجة ايجابية كده عن العملة، او اسأله في العملة بلاش يعني مرحبا وهلو وجود مورنينج والحاجات دي. هتضغط على كلمة كونتينيو، هتحل الكباتشة دي. هي كباتشة غبية شوية، فأنا مثلا أول مرة حلتها غلط، فمفيش مشاكل، هيجيب لك كباتشة تانية. تاني مرة ظبطت معايا. هتنضم هنا على قناة التليجرام، بعد كده لايك على الفيسبوك، وهتعمل شير للبوست ده، بعد كده فولو على تويتر وريتويت للبوست ده. هيقول لك سجل في المنصة، هنكون احنا خلاص سجلنا فيها، وبيأكد عليك ان انت تفعل الوثائق، وبعد كده هتنضم لقناة التليجرام دي. بعد كده صمم الديتيلز عشان تحط البيانات بتاعتك. اول حاجة يطلبها منك اليوزر نيم بتاع التليجرام، هتحط له اليوزر نيم، وبعد كده اسف اليوزر نيم بتاع تويتر، بعد كده اليوزر نيم بتاع تليجرام، بعد كده لينك البروفايل بتاع الفيسبوك، بعد كده هيطلب منك الايميل اللي انت سجلت بيه في المنصة هنا. بعد كده هتضغط على كلمة داشبورد عشان تعرف الاحصائيات بتاعتك، ويقول لك ان انت يعني لما ال10 قطع همت، لما تفعل الوثائق هتوصلك في خلال 5 ساعات او 6 ساعات. كانت المنصة اتفعلت واقل من الوقت ده كمان، انا فتحت بعد 5 ساعات او 6 ساعات تقريبا، لقيت المنصة اتقبلت الوثائق. وده لينك الاحالة الخاص بيك بتروج له. في 3 اشخاص سجلوا من خلالي، لكن ما فيش حد فيهم فعل الوثائق. اي دروب اخر يوم ليه النهارده، اخره يوم 16 زي ما كنا موضحين في الفيديو الاولاني. ان شاء الله
آخره النهاردة، يعني بكرة هيكون انتهى، فالحق سجل وفعل الوثائق واحصل على ال10 قطع. أهم وصلونا أول ما المنصة اتفعلت. بكده يبقى انتهى الفيديو. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، والسلام عليكم.